يعقد مجلس الامن الدولي جلسه بشان فلسطين يستمع الاعضاء خلالها الى احاطه من كبيره مناصقي الشؤون الانسانيه واعاده الاعمار في غزه سجريد كاخ حول تنفيذ القرار الدولي رقم 2720. كان مجلس الامن قد اعتمد في ديسمبر الماضي قرارا يدعو الى اتخاذ خطوات عاجله للسماح فورا بايصال المساعدات الانسانيه لقطاع غزه وتهيئه الظروف لوقف اطلاق النار. The reconstruction without peace cannot be viable. Mr. President, the recent humanitarian pause that has allowed for polio vaccination.